السلام عليكم. جدل على أبواب الحديدة، هذا العنوان السائد في يوميات الساحل الغربي والجهات ذات العلاقة من الحكومة الشرعية إلى التحالف العربي إلى الأمم المتحدة. الجدل الدائر جعل الحديدة الحاضرة الأبرز في يوميات المشهد اليمني خلال الأيام الأخيرة، خصوصا بعد أصابع الاتهام التي وجهت إلى ميليشيا الانقلاب باستخدام الميناء قاعدة عسكرية ومجالا مفتوحا لتهريب الأسلحة. يرى متابعون أن المعارك الدائرة على أبواب الحديدة تشير بما لا يدع للشك مجالا أن الذهاب نحو الحديدة هو الذهاب نحو الثلث الأخير من معركة استعادة الدولة فيما يتعلق بتحرير المجالات الحيوية بعد تحرير الجنوب وباب المندب والمخا وكذا منابع النفط والغاز. المساو اليمني يناقش الجدل الدائر على أبواب الحديدة وعلاقته بمعركة التحرير في الساحل الغربي من خلال المحاور والتساؤلات الآتية: ما علاقة هذا الجدل بمعركة الساحل الغربي التي تبدو على أبواب عروسة البحر الأحمر؟ حديث التحالف العربي على أن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة لقاعدة عسكرية تهدد الملاحة الدولية، لماذا جاء في هذا التوقيت؟ ما هو كم المعاناة الإنسانية التي نتجت عن سيطرة ميليشيا الانقلاب؟ حول الجدل الدائر على أبواب الحديدة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي عبر السكايب من السويد نبيل البيضاني، رئيس منظمة سام. أهلا بك أستاذ نبيل. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ في النقاش في هذه الحلقة، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. لمن تقرأ الطبول على أبواب عروس البحر الأحمر؟ هل للتحرير أم للمزيد من يوميات لا تخلو من الخطر وكآبة المنظر وسوء المنقلب بفعل الانقلاب؟ الحديدة القريبة من البحر والبعيدة عن الحياة، سلة اليمن الغذائية تعاني سوء التغذية، وهي التي أصبحت سلة الميليشيا ومجالا مفتوحا لتهريب الأسلحة. تهريب الموت الذي يأتي على هيئة قذائف للميليشيا التي استقرت في قارب لاجئين وحولت بعضهم إلى طعام للأسماك الجائعة في أحشاء البحر. عندما انطلقت معركة الساحل الغربي كانت الحديدة الحاضرة الأبرز، خصوصا بعد تحرير المخا، لتتحول في الأيام الأخيرة إلى محطة جدل بين التحالف والأمم المتحدة، خصوصا بعد التصريحات المتعاقبة للمتحدث باسم قوات التحالف العربي عن استخدام الميليشيا للميناء قاعدة عسكرية لتهديد الملاحة الدولية. عسيري الذي أكد في تصريحاته الأخيرة أن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية ونقطة انطلاق لتهديد الملاحة الدولية وتهريب الأسلحة. وبحسب قول عسيري فإن عمليات التحالف مستمرة حتى إعادة الشرعية لكامل الأراضي اليمنية، مؤكدا أن ميناء الحديدة سيعود اليوم أو غدا للسلطة الشرعية. كما ذكر عسيري أن التحالف لم يطالب الأمم المتحدة بحماية الميناء ولكن بالإشراف على المساعدات الإنسانية. مراقبون يرون أن تصريحات عسيري عبارة عن تمهيد إعلامي لمعركة مرتقبة ستخوضها قوات شرعية مسنودة بالتحالف العربي من أجل استعادة ميناء الحديدة غرب البلاد آخر المنافذ البحرية لهم. الأمم المتحدة ومنذ أسابيع تطالب بتجنيب ميناء الحديدة المعارك، وتقول إن 70% من واردات البلاد والمساعدات الإنسانية تدخل عبر الميناء. الحكومة الشرعية من جهتها أعلنت خلال اليومين الماضيين جاهزية ميناء عدن لاستقبال البضائع لمختلف المحافظات اليمنية، في إشارة إلى إمكانية إغلاق ميناء الحديدة وتحويله إلى منطقة عسكرية. إذن أجدد التحية بكم مشاهدينا الكرام وبضيوفي جميعا. سنتناول في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام الجدل على أبواب الحديدة، خاصة مع تصريحات الناطق باسم التحالف العربي العميد أو اللواء أحمد عسيري، الذي تحدث على الكثير من النقاط، ومن ضمنها أن هناك احتياج إلى أن يتسلم الأمم المتحدة، أو كانت هناك دعوة من قبلهم لتسلم الأمم المتحدة للإشراف على عمليات الإغاثة الإنسانية في ميناء الحديدة. إذن مشاهدينا الكرام، كان هناك حديث من التحالف العربي على أن الحوثيين حولوا ميناء الحديدة لقاعدة عسكرية تهدد الملاحة الدولية. هناك حديث على أن ما يقارب من 1,700,000,000 دولار دفعها التحالف العربي كمعونات إنسانية للأمم المتحدة ليست
معلوم مصيرها بالنسبة للتحالف العربي، وهناك تساؤلات كثيرة حول المكان الذي ذهبت إليه هذه التبرعات، خاصة مع أن مع وجود معاناة إنسانية كبيرة في محافظة الحديدة تحديدا. إذا ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام عبر الهاتف نبيل البيضاني رئيس منظمة سام من السويد. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا أخي، وأعتذر الوضع من عندي يبدو أن هناك خطأ. إذا لا مشكلة أستاذ نبيل، أهلا بك معنا اليوم. أستاذ نبيل، وسط هذا الجدل القائم على الحديدة، هل يغيب البعد الإنساني والإغاثي بشكل عام أم أنه هو محور هذا الجدل؟ حقيقة أنا لدي اعتبار آخر. الوضع الإنساني لم يكن فقط اليوم، الوضع الإنساني من بداية الحرب كان هنالك مشاكل حقيقية في المجاعة والاستخدامات للمساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، خصوصا أن الأمم المتحدة يعني أثبتت فشلها حقيقة في إعطاء هذا توزيع تلك المساعدات. لكن المشكلة الأهم الآن أن الآن الجدل حول المجاعة القادمة وليس حول الميناء. نحن نعرف الآن أن الجميع يتحدث عن المجاعة القادمة في اليمن، هناك أكثر من 10 ملايين شخص لا يجدون ما يأكلوه أبدا. نحن نتكلم على حالة مجاعة في خلال الشهر القادم أو الشهر الذي يليه، سيكون هناك يعني لدينا ثورة جياع في اليمن. من الاتجاه الآخر أنه لأن التدخل العسكري لم يفضي حتى الآن لحالة حقيقية من نهاية للحوثيين أو حتى إيقاف ما يحصل الآن على الأرض، نجد الآن هنالك جدل ما بين السعودية والحوثيين على مسألة الميناء. الميناء ليست ذات أهمية حقيقة، مسألة الميناء ليست ذات أهمية مقارنة بالوضع الإجمالي في اليمن. نحن الآن لا نرى هنالك أيضا إنقاذ لتعرف. لماذا نتحدث الآن عن الحديدة؟ نحن لا نجد الآن إنقاذ حتى لمناطق إبل، لمنطقة البيضاء. نحن نتحدث الآن عن مناطق كثيرة وعديدة متفرقة في اليمن لديها مجاعة ولديها أيضا الاستغلال وضغط حوثي بشكل إجرامي على المواطنين. المرحلة تحتاج إلى مراجعة الأهداف السياسية لهذه الحملة، لأنه حتى اللحظة الآن هناك رغبة في صناعة توازن قوى في اليمن وليس هناك رغبة حقيقية في إنقاذ اليمنيين. نحن المناطق الآن المحررة لا يوجد لديها الآن إنقاذ حقيقي جيد، يعني ما زالت هناك الحكومة الآن يعني تتألم ولديها مشاكل كثيرة في عدن. الحكومة أيضا ليست قادرة الآن على بسط نفوذها حقيقة في بعض المناطق المحررة في حضرموت أو حتى في بعض المناطق في مارب. لا يوجد حقيقة الآن فرض قوة حقيقية على اليمن لإنتاج مناطق جيدة. للأسف أنا أقولها، قد توصل بعض المناطق التي يعيش فيها الحوثيين الآن من حكاية الأمن وللأسف والمساعدات وكذا أنها أكثر من المناطق الموجودة فيها الحكومة. يعني لدينا هناك مشاكل حقيقية، هذه الحرب حتى الآن لم تفضي إلى نتائج جيدة للمواطن اليمني، وإنما تفضي لنتائج سياسية. هنالك رغبات في صناعة كما قلت توازن بين القوى داخل اليمن، هذه المشكلة الحقيقية. من ما جعلت الآن أننا ننظر إلى الحلول اليمنية بأنها حلول غير حقيقية. الآن القتل الذي حصل قبل أيام وما نشاهده أيضا للصوماليين في مناطق الضربات، أيضا التحالف غير مجدية وغير دقيقة في بعض المناطق، وفي بعض مناطق الاشتباكات غير موجودة. الدعم العسكري المفترض أن يكون على تعز أو لتعز غير موجود حتى اللحظة. هذه التساؤلات كلها تجعلنا نتساءل عن جدوى الحرب من الأساس. يبدو أن السعوديين قد اكتفوا بعد أن وصلوا إلى أهدافهم في عملية ضرب المقدرة العسكرية لليمن عموما والدفاعات الجوية والدفاعات وزارة الدفاع ومقدرة الاستراتيجية لليمنيين، لكن حتى اللحظة لا نجد هنالك حلول. هذا التساؤل الأهم. نعم أستاذ نبيل، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام رئيس لجنة العليا للإغاثة ووزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد الرقيب فاتح من الرياض. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. حياكم الله، أهلا وسهلا. مع الوزير، في مقال لسفير اليمن بواشنطن تحدث له أنه بعنوان المقال كيف تسبب الحوثيون في تفاقم الوضع الإنساني باليمن، تحدث على أن الأماكن المتضررة والتي تعاني من حالات إنسانية صعبة تتواجد بالقرب من ميناء الحديدة. ما دلالة هذا الحديث في هذا التوقيت؟
لا هو من المؤكد أخي العزيز الحديدة، وأنا أحب أن أحط أولا قبل أن أجيب على هذا السؤال، هناك مقاعات تحدث اليوم في اليمن، وللأسف الشديد هذه مؤشرات المقاعة تحدث في المحافظات المسيطر عليها من قبل الميليشيات المسلحة والمخلوع على عبد الله صالح. المقاعة بدأت الظهور في مديريات التحيثة وبعض مديريات الحديدة. الحديدة فيها أكبر ميناء، الحديدة فيها أكثر التجار إيرادا، أنا وزير إدارة محلية وأدرك كم تورد الحديدة من الزكاة. الحديدة استقبلت معظم القوافل الغذائية، معظم البواخر الغذائية للجمهورية اليمنية. الحديدة فيها أكبر مخازن تغذية لبرنامج الغذاء العالمي. فالسؤال كبير، لماذا تحدث مقاعة في محافظة فيها كل هذه المميزات؟ من المؤكد بأن ميناء الحديدة ومحافظة الحديدة تتعرض اليوم لكثير من الامتهان أخي العزيز. وفقا لإحصائيات منظمة اليونيسف، هناك 8 أطفال من كل 10 أطفال في الحديدة يتعرضون لأمراض سوء التغذية الحاد. هناك في الحديدة بالذات يموت طفل كل 10 دقائق من سوء التغذية أو الإسهالات، وهي أمراض يمكن التخلص منها وأصبحت أمراض نادرة على مستوى العالم. لذلك أنا أقول تحرير محافظة الحديدة وميناءها وفقا للقانون الدولي، وفقا لكل الاتفاقيات الدولية، يجب أن تكون الحديدة وميناءها بل كل موانئ الجمهورية اليمنية تحت سيطرة الحكومة الشرعية. اليوم الاستغاثات والنداءات عندما بدأ الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالتنسيق مع دول التحالف الاقتراب من ميناء الحديدة بدأت تظهر هذه الاستغاثات وهذه النداءات. أنا أقول أين المنظمات الدولية من كل الأعمال التي تقوم بها ميليشيا المخلوع على عبد الله صالح والحوثيين سواء في الحديدة أو في غير الحديدة؟ أنا أؤكد بأننا ما حدث في المخا هو نموذج للعمل الإنساني الذي تقود الحكومة الشرعية بالتنسيق مع دول التحالف. المخا أخي العزيز مدينة ساحلية وميناء هامة تم السيطرة عليها. أين كانت منظمات الأمم المتحدة من ذهب لإغاثة أهلنا في المخا؟ ذهب مركز الملك سلمان، ذهب الهلال الأحمر الإماراتي، ذهبت منظمات إغاثية وطنية. لذلك أنا أؤكد وأدعو العالم بالنوع من الإطمئنان، نحن أكثر حرصا من الميليشيات المسلحة على أهلنا سواء في الحديدة أو في صعدة أو في كل اليمن. فعندما أنا أقول المبرر الوحيد الآن لإثارة موضوع الحديدة، أخي العزيز الحديدة اليوم تستخدم قاعدة عسكرية، ولا يمكن يقبل العالم 12% من تجارة العالم تمر من باب المندب وتمر في المحيط في البحار المقابلة الحديدة. اليوم هناك سلاح حديث تم إمداد الحوثيين فيه من قبل إيران وهو القوارب ذاتية الحركة. أصبحت الحديدة اليوم تهدد التجارة العالمية. نحن لم نتغاضى عن الحديدة في أي لحظة، ولكن لكل مقام مقال. نعم، طيب يعني من كلامك من الواضح أنه هناك نوع من التوجه أو يعني نوع من الحديث عن تلاعب تقوم به الميليشيا بالعمل الإغاثي هناك، لكن هل هناك أرقام حول هذا الأمر؟ هل هناك من دلائل وصلت الحكومة الشرعية حول ذلك؟ أنا ولا أحب أن أصل كلمة ناعمة تلاعب. هناك تقطع، هناك نهب، هناك قطع الطريق، هناك أعمال قرصنة تتم في القافلة الإغاثية في المحويت والبيضة وتعز والحديدة ومعظم المحافظات الجمهورية اليمنية. الميليشيات المسلحة أخي العزيز 63 قافرة تم الاستيلاء عليها في ميناء الصليفة ميناء الحديدة. الميليشيات المسلحة تقطعت ل 223 قافلة إغاثية ممولة من مركز الملك سلمان ومن الأمم المتحدة من برنامج الغذاء العالمي. فلذلك هناك قرصنة، هناك تقطع من قبل هذه الميليشيات المسلحة وليس تلاعب. من المؤكد أن كثير من الإغاثات التي دخلت إلى محافظة الحديدة عبر الميناء ذهبت مجهود حربي، ونحن خاطبنا برنامج الغذاء العالمي وقدمنا دلائل واضحة بالصور لأن كثير من المواد الإغاثية تباع في المتاجر. نحن كنا نتمنى أخي العزيز أن تذهب هذه الإغاثات حتى إلى المنتمئين لهذه الفئة، ليس لدينا إشكالية أن تذهب الإغاثة إلى صعدة أو عمران، لكن أن تستخدم كمجهود حربي ولدعم قتل الناس ولحصار تعز ولمنع الأكسجين عن محافظة تعز، هذا هو الأمر المعيب
والذي يجعل منظمات الأمم المتحدة تسكت هو أمر مخالف لكل الشرائع والقوانين الدولية. طيب يعني الآن هناك الكثير من المنظمات العاملة بين قوسين في الحقل الإغاثي في الحديدة، مع هكذا نشهد هذه المعاناة الإنسانية، هل أنتم ترون أن هذه المنظمات العاملة هناك هي غير قادرة على العمل بشكل كفأ في وسط يعني وسط سيطرة الميليشيا على المنطقة، أم أن الإشكالية تكمن أيضا في هذه المنظمات؟ لا، أنا أقول أخي العزيز، أول ما بدأت الإغاثة أو ما بدأت المجاعة في مديرية الحديدة، كنت أنا كرئيس لجنة عليا للإغاثة ومثل الحكومة أصدرت أول نداء استغاثة. ذهبت الهيئة الإغاثية العليا الكويتية وذهب الهلال الأحمر الإماراتي وحصص مركز الملك سلمان 150 ألف سلة غذائية لمحافظة الحديدة. بدأنا بالعمل بشكل سلس في البداية، لكن في هذه المرحلة الميليشيات المسلحة في محافظة الحديدة شكلت لجنة تنفيذية للإشراف على العمل الإغاثي ولا تقبل وجود أي منظمة محلية بالذهاب إلى محافظة الحديدة إلا عبر هذه اللجنة. هم يطالبون بالخمس، وأحيانا كنا نقول للمنظمات المجتمع المدني يعطوهم الخمس، لكن للأسف الشديد الآن لا يقبلوا حتى الخمس ولكن يأخذوا معظم المواد الإغاثية. فالإشكالية هي إشكالية الميليشيات المسلحة. أنا أقول من خلال قناتكم بأن لدينا الاستعداد من خلال شركائنا سواء في دول التحالف أو منظمات المجتمع المدني أن نغطي محافظة الحديدة وغيرها من المحافظات كوننا مسؤولين عن كل الجمهورية اليمنية. نحن نتعامل أخي العزيز في العمل الإغاثي بعيدا عن الانتماء الحزبي أو المذهبي أو الطائفي. نحن نقول الملهوف المواطن اليمني أينما كان سواء كان في صعدة أو في عمران أو في أباخ في جابوتي، نحن كحكومة شرعية وكرئيس منتخب مسؤولين عن كل أبناء اليمن بعيدا عن كل الإشكاليات. لكن للأسف الشديد الميليشيات المسلحة لا تتعامل وفقا لهذه المعايير. طيب بسؤال أخير معالي الوزير أستاذ عبد الرقيب، الآن هناك يعني كانت مخاوف حول حجم ما يصل إلى ميناء الحديدة سواء من ناحية اقتصادية أو من ناحية إنسانية إغاثية وتفيد اليمنيين بشكل أو بآخر، لكن الآن هناك كثير من المنظمات الإنسانية تتحدث إذا حدثت معارك في الحديدة وتعطل الميناء ستكون هناك مشكلة أكبر مما هو حاصل الآن. هل هناك تطمينات بمثلا أن الحكومة ستكون مستعدة لفتح ميناء عدن بشكل أوسع لهذه الجهات؟ اليوم ميناء عدن أخي العزيز عندها الاستعداد لاستقبال كل هذا الأمور. أنا لا أقول الآن بأن تواجد، أنا أستغرب من بعض هذه الأسئلة أو من بعض هذه الإدعاءات. هل الآن ميناء الحديدة تمارس مهامها وفقا للمعايير الدولية وفقا للمعايير الإنسانية؟ نحن نؤكد بأننا وققت في بداية الكلام ما حدث في ميناء المخاد دليل واضح على أن الحكومة الشرعية بالتنسيق مع حلفائنا بالتنسيق مع المنظمات الإغاثية قادرة على حماية المدنيين وإغاثتهم وفقا لمعايير دولية. أنا أؤكد ميناء الحديدة خلال أكثر من عامين هي تعتبر قاعدة عسكرية ولا تعتبر مدينة ميناء محايد. اليوم هناك نهب الأموال، هناك استخدام عسكري لهذه الميناء، وما حدث للفرقات السعودية أو للبارقة الإماراتية أو لتهديد حقيقي. أخي العزيز 12% من التجارة الدولية كما قلت تمر من خلال أو عبر هذا الميناء، لا يمكن للعالم أن يسكت. فلذلك أنا أؤكد ميناء عدن جاهزة لاستقبال كل شيء، وسيطرة الحكومة الشرعية على محافظة الحديدة وكل محافظات الجمهورية وكل الموانئ هو حق قانوني وشرعي، ونؤكد التزامنا بكل المعايير الإنسانية. إذن أشكرك رئيس اللجنة العليا للإغاثة ووزير الإدارة المحلية معالي الأستاذ عبد الرقيب فتح، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إلى الأستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام. أستاذ نبيل، بالنسبة لكم أنتم كمنظمة، ما هو ما يصل إليكم بالنسبة لما يحدث في الحديدة؟ هل حجم الغموض بالنسبة لكم أنتم بذات الغموض يعني بذات الأمر الذي حكاه لنا معالي الوزير؟ دعنا نفرق بين شيئين. نحن منظمة حقوق إنسان، لسنا جزء من الصراع وإنما نرصد ما يجرى على الضحايا. نحن منحازين تماما مع الضحايا حقيقة. ونبدأ أيضا لأنه الواقع الإنساني الآن في اليمن عموما في الحديدة، نحن ليس لدينا مقدرة على معرفته جيدا، لكن الواقع الحقوقي نحن لدينا كثير معرفة.
من ناحية نقطة الاختلاف أو التي نحن نريد أن نوضحها بأن هنالك استخدام دولي للمنظمات الإنسانية في تبريرات توجهات الحرب. الحصار والجماعة الإرهابية الميليشياوية كانت وما زالت تسيطر على كل المنافذ في اليمن. لماذا حتى اللحظة وحتى هذا الوقت لم يتحرك الجميع لميناء الحديدة؟ الأولى بدلا من ميناء الحديدة أن يتوجه الجميع إلى تعز. يجب أن نبدأ في تعز حتى يمر، حتى كما يقول معالي الوزير بأنه يستطيع الخروج وأن ميناء عدن يستطيع أن يتحرك ويفتح جبهة لليمنيين. الآن لدينا في تعز أكثر من 3.4 ملايين مواطن محاصرين، لدينا الآن في إب أيضا في حدود 2.3 ملايين محاصرين، لدينا الآن قريبا من صنعاء أيضا 3.4 ملايين محاصرين. نحن نتكلم عن التكتلات السكانية هي الآن في هذه اللحظات من تحتاج التحرك الدولي وتحتاج التحالف إن كان فعلا هنالك قيمية حقيقية لهذه الحرب. أما الذهاب إلى الحديدة فهي عبارة عن استغلال حقيقة للوقت والظرف حتى يتم صناعة نفوذ جديد للتلاعب في هذه الحرب. نحن نريد الآن حتى هذه نظرتي الخاصة، نتمنى من المنظومة الدولية ومن الإخوة في الإقليم وقيادة السعودية التوجه أيضا إلى تعز. تعز هي البؤرة الحقيقية التي ستظهر فعلا التحالف جاد لإنهاء هذه الحرب. المعادلات للأسف العمليات السياسية كانت تتبع أمام العمليات العسكرية لإنهاء هذه الحرب. هناك من يستفيد، هناك أجندة دولية وحقيقة خطوط حمراء. نحن نتفهم أيضا أن هناك ضغوط على السعوديين في عدم إنهاء هذه، لكن أتمنى عدم استغلال مجاعة اليمنيين في موضوع استعادة الحديدة. الحديدة مفترض أن تكون منطقة حرب، ولا نبحث عن تبريرات إنسانية لدخول الجيش اليمني بمساعدة الخليج أو السعودية. نعم. طيب أستاذ نبيل، هناك من يطرح أن مضاعفة المأساة الإنسانية هو نوع من السياسة والأجندة الإيرانية التي تنفذها الميليشيا، هل تتفق مع ذلك؟ هناك سياسة يعني أكثر من ذلك، هناك محاولة لاستخدام الدم اليمني في ترهيب اليمنيين بأنه لا ينبغي أبدا أن تنتهي الحرب. الآن حتى اللحظة الحوثيين يحتلون صنعاء ويحتلون الحديدة بالدماء اليمنيين حتى اللحظة. يعني نحن نعرف التاريخ من قبل، من دعم هذه الجماعة لدخولها صنعاء للأسف كان الإخوة في الخليج، وفي ذلك اللحظة كانت الجيش اليمني بقيادة علي محسن وحتى من وراء القوى السياسية الداعمة التي كانت تحاول أن تجد منفذ، لم تقوم قامت تسليم صنعاء للحوثيين من أجل الدماء. ما نراه الآن هو انعكاس في الأدوار. الآن لدينا الحوثيين يحتلون صنعاء ويحتلون اليمن ولا يقدمون أي تنازلات، بل الآن العالم يدللهم لأنهم يعرفوا أنهم يمسكوا بالمواطنين اليمنيين في حلوقهم. يعني ما زال حتى اللحظة يخنقون اليمنيين ويقدمون الآن الذريعة، إما أن نحكم وإما أن نقوم بإهلاك اليمنيين عموما. حقيقة هي هذه المعادلة السيئة، نحن لدينا الآن سيء ولدينا أسوأ، ولذلك قد نقبل الآن الدخول في هذه الحرب وإنهاء هذه المعاناة، لكننا لا يوجد هناك أجندة سياسية توقف الانتصار وإنهاء معاناة اليمنيين. على التحالف أن يكون أكثر جدية بأن يقوم بإنهاء معاناة اليمنيين أولا في مناطق تعز ومناطق أخرى مثل بيضاء ومناطق أخرى مثل صرواح ومأرب وقرب أو الجوف وحجة. هذه المناطق حتى اللحظة لم تتحرك ولا تتحرك إلا بأجندة سياسية واضحة. نترك السياسة، إن كانوا جادين في الحرب ذلك اليمنيين موجودين الآن على الأرض يستطيعون أن يحوثون. لو قام حقيقة هناك نية حقيقية لإنهاء هذه للأسف إنهاء هذه الفوضى وإنهاء الحرب، سيكون اليمنيين كلهم مع الجيش اليمني والحكومة اليمنية. طيب دعنا أستاذ نبيل نستكمل النقاش، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا. Thank you.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أرحب بمن انضم لنقاشنا الآن، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء ركن محمد القبيبان ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجيه، وأحيي الأستاذ نبيل، وتحية لمعالي الوزير السيد عبد الله، حياكم الله جميعا أستاذ المشاهدين. حياكم الله. سيادة اللواء، الآن التحالف العربي والأمم المتحدة، كان هناك جدل دائر حول ميناء الحديدة. إذا ما تحدثنا عن التوقيت، هل لهذه التصريحات وهذا الجدل توقيت أو دلالة في التوقيت لا تظهر بالنسبة للمتابع العادي؟ ما وضح لي السؤال. يعني أقصد أن الجدل حول الحديدة، الوضع الإنساني في الحديدة ليس وليد اللحظة، لكن هناك من يتحدث على وجود دلالة معينة لهذا الجدل الذي يعني دار بين التحالف والأمم المتحدة حول الحديدة في هذه الأثناء. واضح. أولا طال عمرك، يعني بس ممكن تسمح لي أعلق على بعض الكلمات اللي جدا مهمة تحدث عنها معالي الوزير وكذلك السيد عبد الله، لأنه أنا أؤيد ما ذكره الأخوان في نقاط، وأعرف أن البرنامج هو ليس برنامج نقاش، إنما هي طرح أفكار فيما يخص ما ذكره سعادة أو معالي الوزير فيما يخص المنظمات الدولية، وأن هنالك كذلك نهب وقرصنة من الجماعة الميليشية، وذكر أرقام جد خطيرة، 63 باخرة و223 قافلة ممولة من مركز الملك سلمان. هذه النقاط التي تحدث عنها معاليه تندرج تحت السؤال الذي طرحته حضرتك، اللي هو الجدل في منطقة الحديدة، أو خلينا نقول ميناء الحديدة. معالي الوزير تكلم على أنه ميناء المخا بالرغم من حداثة يعني تحريره من قبل الجماعة الانقلابية، فهو مستعد لاستقبال المساعدات والدعم اللوجستي للشعب اليمني الشقيق، وأضاف كذلك بأن ميناء عدن هو جاهز، ويعني أكثر من سنة تقريبا وميناء عدن جاهز. فهذا يضع هو سؤال أو إجابة لسؤال حضرتك، ليش المجتمع الدولي لا يريد النقل أو إغلاق ميناء الحديدة ومن ثم التوجه إلى ميناء عدن أو المخا على الأقل، بما أنها في طريق الساحل الغربي، لأن بعض التجارة تتجه إلى جنوب أفريقيا. هذا هو هذه هي النقطة. فأنا أوافق ما، أو خليني أذكر لك أنه ميناء الحديدة، يعني بما أن العمليات العسكرية مستمرة وفقط بقي ميناء الحديدة وهنالك تحديات، أو خلينا أقول أنه رفض من المجتمع الدولي بأن تقوم قوات التحالف بعمليات عسكرية ضد ميناء الحديدة. وتحدثت بذلك شخصيا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، وقالت بأنه في حالة أو في حالة قيام قوات التحالف بقصف ميناء الحديدة فستصبح هنالك كارثة. ولكن أستاذ وجيه، يعني كيف إحنا نتكلم على أنه منطقة الحديدة أو ميناء الحديدة لا زال هو المنطقة الرئيسية لعمليات التهريب؟ هي يا جماعة العمليات التهريب، تهريب الأسلحة، تهريب البشر، تهريب الذخائر، دخول وخروج المساعدات الغير منطقية للجماعة الحوثية. فإذا بقينا على أنه ميناء الحديدة هنالك جدل حوله، فسوف تستمر العمليات العسكرية وسوف تستمر الحرب، وسوف ولن تتوقف الحرب ما دام أن هنالك ميناء لم يتم السيطرة عليه سيطرة كاملة. فأنا دائما وأتحدث وتحدث مع حضرتك قبل كده وكان عديد من القنوات بأن الساحل الغربي هو مفتاح المعركة. ليش احنا استطعنا ان نحرر ميدي؟ ليش استطعنا نحرر باب المندب؟ ليش دباب؟ ليش المخا؟ ولما جينا عند فقط عند الحديده فاصبح هنالك تحدي. اي نعم، يعني طبعا طريق الحديده، ولكن لا يعني هذا الهدف من الحرب انهائها باسرع وقت ممكن. فلا يعني هذا ان نترك المجتمع الدولي يلعب كما يشاء، لان هذه او الجماعه الانقلابيه بمخطط يعني مدعوم كامل أن تستمر الحرب ويستمر استنزاف دول التحالف ويستمر تدمير اليمن أكثر بتغيير المنطقة. ولكن أنا متأكد أن قوات التحالف كذلك الشرطية المقاومة واعين بهذا. نعم سيد اللواء، كثر الجدل على هذه النقطة. اسمح لي أستاذ وجيه، أنا بس ودي أعلق على كلام صديقي الأستاذ بعجالة إذا سمحت.
حاضر. لا هو تكلم والله عن مجموعة نقاط جد مهمة، وأنا أقول لك إنه لما يتكلم الأستاذ نبيل وأسعد الله مساك أستاذ نبيل بالخيرات والمسرة في مقولة كلية أن السعوديين اكتفوا بتعليق أو بتدمير الترسانة العسكرية. لا يا سيدي، الصراع لم يكن يوما من الأيام سعوديا حوثيا، لا، الصراع هنالك يمني بين جماعة خرجت عن النظام وانقلبت على الشرعية. فأنا بس أحب أكد لك يا سيدي الفاضل، نحن لم نأتي إلى هنالك لتدمير ترسانة عسكرية لدعم الشعب، أتينا لدعم الشعب اليمني بناء على طلب من فخامة الرئيس إلى شقيقه وأخيه الملك سلمان حفظه الله وقادة دول مجلس التعاون. فأرجو أنك تعيد النظر في هذه الكلمة. أيضا كذلك ميناء الحديدة هو ذو أهمية، هو السبب في استمرار العمليات العسكرية بهذا الوضع. يعني أنا وافقك يا أستاذ نبيل، ولديك يعني الألم وتشعر فيه، وأنا كذلك أشعر بأن الحديدة أن سعد هي المنطقة الرئيسية، هي عنق الزجاجة. لو تم تحرير سعد، ولكننا لم نستطع لعدة ظروف وأسباب كثيرة تحدثنا عنها قبل ذلك أستاذ نبيل. فتعز والبيضة والمناطق الأخرى لن يتم تحريرها. شخصيا أنا كإنسان عسكري وعملت في عمليات عسكرية حقيقية، أرى إطفال الموانئ هي الخطوة الأولى حتى يتم تحرير المناطق الأخرى من اليمن. طيب يعني يخص آخر نقطة يعني اللي أنا أتكلم على الوضع الإنساني. أنا أوافقك يا أستاذ نبيل وأوافق حضرة المذيع أستاذ وجيه وكذلك معالي الوزير، الوضع الإنساني تحدثت هذا يا أستاذ وجيه بأول يوم بدأت العمليات العسكرية. أنا أعرف اليمن ومن الضباط الذين كنا نقرأ ونعد كأي دولة تعد للمستقبل ماذا يحدث في اليمن لو لا سمح الله أصبح هنالك كارثة حرب أو كذا. لأنه ما يخفاك يا أستاذ وجيه بأن اليمن كان من ضمن الدول وللأسف التي كانت آيلة للسقوط، فكان هنالك استعداد لأحداث هذا اليوم. فدائما وأبدا ذكرت ولازلت أؤكد بأن اليمن لا يجب أن يدخل في أي صراع لا داخلي ولا خارجي، لأنه إذا تم هنالك صراع أو كان هنالك صراع فسوف يدخل اليمن في أزمة إنسانية صعبة. عدد سكان كبير، وصول الإغاثة والمواد الغذائية حيكون أصعب، توزع أو ديموغرافية الإخوان في اليمن والأشقاء في اليمن، مواقع سكنهم في متوزعة على كافة الأراضي اليمنية. لذلك كان اليمن من ضمن الأولويات لنا نحن في المملكة العربية السعودية بأن يبقى اليمن مستقر، بأن يبقى اليمن لا يتعرض لأي أضرار. في نقطة أخيرة أرجو يا أستاذ نبيل، أرجو أنك تشرحها إما لي أو للأستاذ وجيه أو للسادة المشاهدين، ماذا تقصد عندما تقول أنه تم دعم دخول الميليشيات من قبل دول الخليج؟ لا يجوز الكلام هذا يا سيد نبيل. أنا أذكر أقول لك أنه دعم الرئاسة السابقة في اليمن كرئيس مجاور وقادة اليمن لمدة 30 سنة، هل تريدنا أن نوجه سياسته ويفعل ونأمره ما يفعل ما يجب أن يفعل؟ لا، أنا لا أعتقد بأن هذا الكلام صحيح. هنالك كان قيادة وتم التعامل مع القيادة مباشرة. نحن نعلم بأن هذه الحروب الستة التي تمت ما بين الانقلابيين أو ما بين الحوثيين والقيادة الرئيسية في اليمن أو الحكومة الشرعية في اليمن كان يغض الطرف عنها من قبل المخلوع، بل للعكس أنا أقول لك كان يؤيد أو كان يضغط زر لبداية الحرب ويغلق ويضغط زر لإنهاء الحرب، فكان هنالك استغلال. ولكن هذه هي القيادة وهذا ما قام به الشعب اليمني بعد ما مرور هذه الأعوام الطويلة، رأى أن هذه القيادة ليست ناجحة لإدارة البلد وقيادة الدولة. فأرجو يا سيد نبيل أن نكون حريصين في بعض الكلمات. أؤيد وأنا أقدر ما تشعر به، أي نعم هنا أنكم تعملون في منظمة إنسانية وجماعة محايدة، ولكن هنالك بعض المقولات يعني هذا بس حبيت أعلق عليه وأرجو أنه يكون يعني الصدر وسيع للتعليقات. شكرا لك سيد وجيه وعفوا عن الإطالة. إذن شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء ركن محمد الخبيبان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هناك عدد من النقاط التي تطرق لها سعادة اللواء، هل من نقطة تود التعقيب عليها بشكل محدد؟ بشكل سريع أنا سأتكلم عن من أين أتيت بخبر أن من دعم جماعة الحوثي لدخول صنعاء كان هو الإقليم الخليجي. نحن أولاد اليمن وكلنا نعرف الأقنعة تماما داخل اليمن، لكني سأتكلم الآن بما قرأناه وفهمناه واستوعبناه.
الاندبندنت قبل 6 أشهر أعلنت بأن هنالك لقاءات بين رئيس الاستخبارات السابق السعودي وأيضا بين أحد قيادات الحوثيين الذي مخفي حتى اللحظة الآن بسبب اتهام أنه له علاقات مع السعوديين. في الاتجاه الآخر أكثر من 8 دول، أوكي، 8 العظام كانت سفاراتها موجودة في صنعاء وكانت تقوم بدورها العادي جدا وتنتظر متى سيسقط الجيش اليمني أو جيش صنعاء الذي انتهى المشهد كله بوجود الحوثيين بسرقة البلد كلها. أنا هنا لن أتي بكلام من يعني من مزاجي، وإنما هو موجود الآن ويتحدث فيه في كثير في اللقاءات السياسية مع كثير من السياسيين الدوليين وفي الغرف المغلقة وفي ورشات العمل، بأن من دعم الحوثيين لدخول صنعاء كان هو الإقليم وكان العالم بأسره. يعني هذا ليس جديدا ولا نكذب فيها وندعي. من ناحية بعض المقولات أنه أوكي نحن نتفق معكم أنكم تريدون أن تنهوا الحرب، إذن دعونا نقرأ. أنا أتمنى يوما أن تفعلوا برنامج داخل الإخوة في بلقيس لأنكم أكثر حيادا وأكثر، يعني لا نقول حيادا وإنما أكثر انفتاحا وأكثر مقدرة على الحديث. لماذا لا تتحدثوا؟ لماذا لم يتم دعم تعز حتى اللحظة؟ لماذا حتى اللحظة يتم تجيش صناعة جيش جنوبي في الجنوب يعني وصناعة والنظر للعالم؟ الآن لدينا دولة جنوبية في تحت حقيقة، أنت لا تستطيع مطلقا أن ترى إلا الأعلام الجنوبية في عدن، ونحن الآن في وضع جديد. إن كانت هنالك لدى رغبة حقيقية لدى إخوتنا في الخليج لمساعدة اليمن فعليهم أولا، نحن نؤمن أن هنالك حق من حقوق الجنوبيين أن يستقلوا أو ينفصلوا، لكن لا ينبغي مطلقا أن تصنع لهم قوة وتبدأ هذه القوة الآن بتشكيل قواها وتبدأ تفرض أجندتها على كل الأشكال السياسية. للأسف السعوديين بكل تقدير نحن نقدر أنهم يساعدون اليمنيين لكنهم لا يساعدون بطريقة صحيحة، هناك أخطاء لا ينبغي مطلقاً أن تترك. عدن الآن وحضرموت تتحول إلى مناطق جداً غير يعني خارج النطاق والنسق اليمني، وهنالك الآن عملية يعني تغيير حتى سياسي وتغيير حتى مجتمعي في الجنوب إلى ناحية الانفصال. نحن هذا الوضع كله صناعة ما بعد الحرب. كان ينبغي على الإخوة في السعوديين أن يكونوا أكثر يعني ذكاء في التعامل مع هذه الأمور، خصوصا أنهم إذا كانوا فعلا يدعموا دولة فعليهم أيضا أن يكمحوا جماح الإخوة الإماراتيين، أن يكمحوا جماح أيضا الإخوة في الجنوب، وأن يتوجهوا فعلا إلى صناعة بلد بما اتفقوا عليه، بلد ديمقراطي. أنا أعرف أنه هذا الوضع غير مجدي أو غير لائق بالنسبة لبعض السعوديين، أنا نتكلم عن ديمقراطية وحرية وحقوق إنسان، لكننا في اليمن كانت هي دولة ديمقراطية، هنالك تغيير نظام الحكم حصل في 2011، يجب أن يحترم هذا ويجب أن يتعامل مع هذه الأرضية. ما لم فنضطر إلى أن نجلس في الصراع هذا سنوات طوال وسنضر هكذا، يعني ننتظر بلا نتائج. أنا أتمنى فعلا أن ينظر الإخوة السعوديين بعقلية 2016 بأن العالم اتجه نحو الحرية وحقوق الإنسان ويتحول أيضا إلى منظومات ديمقراطية، وليس أنه يمكن أن يقاد العالم بمناهج قديمة وعقليات مستبدة وقاهرة. طيب الآن كانت يعني ولو نحن خرجنا بعض الشيء عن موضوع الحلقة بهذا الجدل، لكن الآن هناك هذا الحديث عن الحديدة وأنها بالنسبة للتحالف العربي أنها قاعدة عسكرية، بالنسبة كذلك لمعالي الوزير تحدث عن وجود قاعدة عسكرية أنها تمثل قاعدة عسكرية عفوا بالنسبة للميليشيات الانقلابية. إذن هذا الأمر بشكل عام، التراشق الإعلامي هذا بالنسبة للتحالف وكذلك للأمم المتحدة، كيف سينعكس من الناحية الإنسانية على الناس اليمنيين تحديدا، على المواطنين اليمنيين بداخل هذه المناطق؟ أنا أعتقد أنه لن يحدث هذا التغيير الذي نتوقع، مثل ما تحدثنا من قبل على تغيير البنك المركزي إلى عدن وإيقاف التمويل إلى الحوثيين، الآن نتحدث عن إيقاف التمويل للحوثيين ميناء الحديدة. ميناء الحديدة حتى لو تغير الوضع الآن لن يستطيع مطلقا أن يوقف عملية تمويل الحوثيين. ميناء الحديدة صحيح يتم استخدامه، لكن حتى اللحظة ونحن نعرف بأن هنالك تمويل يأتي من عمان، وهذه تقارير دولية ليس حديثنا. هذا الآن نتكلم على حتى المكلة منها تهريب إلى داخل مأرب وثم من مأرب تصل إلى صنعاء.
نحن نتكلم الآن على جبهة غير منظمة للأسف حتى اللحظة. هذا التكوين وهذه التوازنات المرغوبة التي وضعها الإخوة في السعودية والإخوة في الإقليم تمام في القوى اليمنية هي أنتجت حالة من الرضا أو حالة من التقوية لشوكة الحوثيين وصالح. للأسف حتى اللحظة من يقوم بعملية تمرير هذه الأسلحة لا تكون فقط من الحديدة. الحديدة أنا كشخص أنا أتمنى حقيقة نتحدث الآن كيمني أنا أتمنى أن ينتصر الإخوة في الجيش اليمني بمساعدة السعوديين ويقضوا على الحوثيين وينتهوا مأساة الحديدة. لكن للأسف الاتجاه إلى ناحية الحديدة وعدم الحديث عن تعز وعدم الحديث عن البيضاء أنا أحترم هذه الأجندة لكنها غير واقعية. نحن نتحدث الآن على قوة جديدة وحتى لو كان العالم يرفض الآن الحديدة فلكن الحرب ينبغي أن يعطى لليمنيين الضوء الأخضر لإنهائها. هنالك جيش يمني الآن موجود في صرواح، هنالك جيش يمني موجود في مأرب، وهنالك جيش يمني موجود في الجنوب، يتم التلاحم الآن جميعا ويتجه إلى إنهاء المعركة. أعرف أن هنالك نوع من المطالب والأجندة الدولية التي لا يستطيع أن يقفز عليها السعوديين، لكن الإخوة في اليمن يستطيع أن يقفزوا على أي شيء لأن هذه أرضهم وهذه بلدهم. ونحن الآن نتعرض إلى ليس لمجاعة، انتهت الآن مقومات البلد، انتهت الدولة، انتهت الحكومة، والآن للأسف يتم إنهاء حتى البشر. إما أن يقوم الإخوة جميعا بإنهاء هذه المهزلة التي نسميها حرب، وإما حقيقة أن يصلوا إلى قناعة بأن يتجهوا ويسترضوا الحوثيين كما يريد المجتمع الدولي. أما لحظة الآن كما حصل في البنك المركزي نقل إلى عدن ثم لا يسلم للناس رواتبهم، ثم يعني هذه هي الجدلية التي نعيش فيها دائما على طرف واتجاه. لن نقول للسعوديين الكلام الذي يرضيهم لأن أعرف أن السعوديين لا يستمعوا مطلقا للكلام المغاير، يحبوا أن يسمعوا الأغاني أو الموالات التي تطردهم. يجب أن يفهم الإخوة في السعودية أن الحرب يجب أن تنتهي يمنية وأن يعطي الضوء الأخضر لمن في الأرض أن ينهوا المعركة، بدون ذلك سيظلوا ينتظروا وقتا طويلا ويستهلكوا بلا أي فائدة. طيب أستاذ نبيل، يعني أطلنا الحديث عن التحالف العربي والجيش وكذلك الوضع في اليمن، لكن هناك أحد الأضلاع المهمة في هذه الحلقة الذي لم نتحدث عنها بشكل كافي، الأمم المتحدة. هنا ما هو الدور الذي تلعبه في خضم ما يحدث من جدل؟ هل يعني وهي بمؤسساتها التي يعني تنتمي هذه المؤسسات لها المؤسسات الإنسانية، هل تقوم بدور مساعد في إنهاء ما يعيشه اليمنيون؟ للأسف أنا أقول يعني المنظمات الدولية انعكاس الحالات السياسية في كل البلدان. كل البلدان يعني المنظومات الدولية تتجه إلى تنفيذ بعض الأجندة عن طريق أقصد الدول الكبيرة، تتجه إلى استخدام المنظمات الدولية لوضع سياسات معينة. للأسف يعني في بداية الحرب تم إعطاء المنظمات الدولية أكثر من 1.5 مليار أو 2 مليار دولار كمساعدات. هذه المساعدات أمام العالم وأمام الإقليم وأمام اليمنيين أنفسهم اتجهت نحو تغذية الحوثيين وتغذية للأسف البنية للمنظمات الأمم المتحدة. يعني المنظمات الأمم المتحدة كانت تأخذ هذه الأموال كرواتب وكمساعدات للموظفين داخلها. يعني هذا الشيء المضحك. حتى اللحظة لا نعرف كم العدد الحقيقي الذي وصل لليمنيين، ما هو الرقم. يعني أنا سأعطي مثال هنا، أنا عملت في واحدة من المنظمات الدولية في هنا في ستوكهولم، كان المساعدات التي تتقدم للصوماليين تتجاوز 6 مليار فيها. كانت المساعدات هذه 6 مليار يخرج منها 2 مليار تشغيل للأمم المتحدة. الأمم المتحدة تتمنى أن تستمر هذه الحرب إلى ما لا نهاية حقيقة، لكن في الاتجاه الآخر يجب أن تفضح مثل هذه الممارسات وأن يقوموا بعملية إيضاح هذا للناس وللعالم. يمكن الضغط على ذلك بكثير من الخطط والبرامج، لكن الأداء الذي نحن يعني في الحكومة اليمنية أو حتى لدى التحالف يحتاج أن يراجع في مسألة المنظمات الدولية والتعامل معها. التعامل مع المنظمات الدولية بطريقة استخباراتية وبطريقة أنت معنا أو ضدنا لا ينفع، يجب أن تستخدم كما يفعل الآن العالم. يجب أن تستخدم المنظمات الدولية ليس فقط لأداة للحرب، وإنما أداة لفضح السلوك الدولي والأجندة الدولية التي تحاول إبقاء الحرب في اليمن. يجب أن تنتهي هذه الحرب بأي وسيلة، وهذا هو الأهم في الأمر كله.
إذا أشكرك أستاذ نبيل البيضاني رئيس منظمة سام، كنت معنا عبر الهاتف والسكايب أيضا من السويد من سكون تحديدا. شكرا على تواجدك معنا، وهو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولبقية الضيوف الذين انضموا لنا تباعا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل، إلى اللقاء.